طبعا مثل ما انتم شايفين الجو مظلم والحين بالليل، واحلى شيء نسويه الان لاولادنا نقول لهم قصه ما قبل النوم. ولذلك السيره النبويه مليئه بالقصص، يعني واحده من القصص الجميله، وخاصه الاطفال يحبون الحيوانات يحبونهم. فواحد من الرجال في يوم من الايام يمشي وشاف اعزكم الله كلب كان من شده العطش لسانه ياكل التراب، فكسر خاطره وراح شاف بئر، فنزل البئر واخذ بخفه اللي هو الحذاء الماء وسقى الكلب. فالله عز وجل شكر هذا الرجل، وكان سعيد هذا الرجل لسعادة هذا الحيوان وهو الكلب، وكيف أن الله عز وجل يحب من يقدم الخير للحيوانات. شوفوا قصة قصيرة صغيرة ممكن نسولف فيها حق عيالنا قبل النوم، منها نعلمهم كيف يرحمون الحيوانات وكيف يعطفون عليهم وكيف يوكلونهم ويشربونهم، ومنها نربطهم بالخالق بأن الله عز وجل يحبهم. قصص عالمي ممتع من اسمها ممتع، وخاصة للأطفال لما نقرأها لهم أو هم يقرونها فيحسون أنهم دخلوا في عالمهم الخاص، العالم الممتع، عالم ممتع بالقيم، ممتع بالأخلاق، ممتع في أن يكون الطفل متميز، يكون مبدع، يكون محافظ، علاقاته طيبة. وهذه القصص بالمناسبة مقسمة حسب الأعمار، يعني احنا نقسمها على 4 شرائح. الشريحة الأولى الأطفال الصغار، وبعدين اللي أكبر، ثم اللي أكبر، ثم اللي أكبر على حسب الأعمار. وبالتالي هذه القصص مفيدة جدا، وهذه القصص فعلا لو ربينا فيها أطفالنا راح نربيهم على القيم والأخلاق.